أهلا بكم في هذا اللقاء العمالي الذي تنظمه جهات ثلاث: لجنة الحريات برقابة الصحفيين، مؤسسة الدفاع عن المظلومين، كتابة العمال الذين قرروا وضع قانون للعمل يليق بهم بدلا من القانون الذي تحاول الحكومة فرضه عليهم. هذه القاعة بالذات استضافت مشاكل العمال ومشاكلهم مرارا وتكرارا، ونحن دوما على استعداد لاستضافتكم. نرحب بضيوفنا. هناك موقف بسيط حدث اول امس بيدل له دلاله، محدش خد باله منه ابدا، لكن له دلاله كبيره. اول امس تم افتتاح قاعه فخمه في احد فنادق القوات المسلحه. اول امس يا جماعه اسمعوا، محدش خد باله من الخبر ده، معناه خبر مهم او له دلاله. اول امس تم افتتاح قاعه فخمه اسمها قاعه الماسه باحد فنادق القوات المسلحه. مين اللي افتتح اللقاء؟ اللي افتتح اللقاء السيد عمرو دياب، جه غنى. المدعوين كانوا ينقسموا الى قسمين، المدعوين هنا بقى الدلاله، كانوا ينقسموا الى قسمين: كبار قاده القوات المسلحه وكبار رجال الاعمال. هي البلد محكومه كده، هي ده يقول لي بقى البلد محكومه ازاي في مرحله قادمه: كبار قاده القوات المسلحه وكبار رجال الاعمال. حد يقدر يقول بقى الفندق ده اتكلف كام والقاعه دي اتكلفت كام، وهل هو دلوقتي بناء؟ لا، ولا هو دلوقتي واحد يبني قاعه فخمه والبلد مش لاقيه تاكل؟ محدش ممكن يتكلم. ده جزء بسيط جدا. احنا في حاجه احنا مش مركزين عليها ولا بد من التركيز عليها في الفتره القادمه، وهي ان الجيش ده مع احترامنا الكامل له، هو دوله داخل دوله، له مؤسساته وله الفنادق بتاعته، له يعني ده بالبلايين البلايين، ده يكاد ينافس الدوله الموجوده حاليا. فلا بد، لو كنا عايزين نقول نقيم فعلا مجتمع حر، لابد ان تخضع كل انشطه الدوله الاقتصاديه تخضع للرقابه، تخضع لرقابه الشعب. ده اللي انا افهمه. لكن حاجات تتبني في السر وحاجات الفنادق تقوم وتعرفش وحاجات تتكلف ملايين ولا حد يعرف بتروح فين، ما تتصرف على الناس. فدي نقطة لابد أن نلتفت إليها. أرحب بضيوفنا الكرام. ضيوفنا الكرام هم العمال أولا وممثليهم ثالثا ونشطاء المجتمع المدني. الأستاذ أحمد سيف بنهني عشان ابنه خرج بعد معاناة، وعقبال 20,000 اللي موجودين في السجون. طبعا نرحب ترحيب خاص بالأستاذ أحمد حرارة، ونرحب بعض النشطاء المهتمين بقضايا العمال مثل هيثم محمدين وفاطمة رمضان وسيدة هدى وغيرهم وسهام شوادة وغيرهم. فأهلا بكم. ويدير هذا اللقاء أخونا وصديقنا عضو مجلس نقابة، عضو لجنة الحريات، أستاذ هشام فؤاد. تفضل. والسيدة هدى. اسمها هدى إيه؟ اسمها هدى إيه؟ مش متذكر والله. معلش. السلام عليكم. احنا النهارده ماشي، احنا النهارده باذن الله الهدف الاساسي لاجتماعنا هو ان احنا اطلاق حمله قانون عادل وجديد للعمل، قانون منحاز للعاملين وللكادحين في مصر. قبل ما نبدا فعاليات المؤتمر الصحفي بتاعنا، احب اقول ان احنا محتاجين كلنا عشان ننظم بس الاجتماع ان المتحدثين يلتزموا بالوقت، ما يتجاوزش الكلمه 7 دقائق. الحاجه الثانيه ان كلنا نعمل المباريات بتاعتنا على الصامت عشان نسمع بعضينا كلنا وما نشوش على حد. الحاجه الثالثه ان احنا كلنا نسمع بعض للاخر ونحتمل بعضينا، وحتى لو كان في اختلافات في وجهات النظر مش مسموح ان حد يقاطع حد، احنا كلنا هنحترم وجهة نظر المتحدث اللي بيتكلم لحد ما يخلص كلمته. احنا النهارده في اطلاق الحملة بنحب ان احنا نوصل كلمة واضحة ان العدالة الاجتماعية في مصر اللي هي كانت
واحدة من أهم أهداف ثورة يناير اللي قدمت فيها الشهداء والمصابين والمساجين واللي ما زالوا بيعتقلوا حتى هذه اللحظة. العدالة الاجتماعية للأسف بتتراجع للخلف. العدالة الاجتماعية اللي هي مش بس بتظهر في تفشي الفقر وبتظهر في السياسات الضريبية المنحازة للأغنياء، لكن كمان بتظهر في القوانين اللي بيتم صياغتها، القوانين اللي بيحطوها رجال الأعمال اللي ما تغيروش على فكرة من أيام الثورة. هم اللي بيحطوا نفس القوانين اللي هي بتهدر حقوق العاملين. أخونا رئيس الوزراء السابق الببلاوي في عهده طلع مشروع قانون للعمل جديد. للأسف هذا القانون أسوأ من قانون العمل الحالي اللي آلاف العمال كانوا بينضلوا عشان يغيروه، عشان يضمن الأجر العادل، عشان يضمن التثبيت، عشان يضمن حقوقهم المختلفة. عشان كده قوى حقوقية ونقابية وسياسية تداعت مع بعضها عشان تصطف مع بعض لإطلاق حملة قانون عمل جديد. المتحدثة الأولى زميلتنا النقابية الزميلة فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة هتوضح لنا أسباب الحملة ديت وأوجه العوار في القانون. مساء الخير. في الحقيقة أنا النهاردة مبسوطة إن إحنا كلنا متجمعين علشان خاطر نقول إن إحنا زي ما قلنا قبل كده إنه هنكتب دستور ويمكن مشينا خطوات وما كملناهاش، النهاردة بنقول إن إحنا ما إحناش رد فعل لحاجة بتطرحها الحكومة، وإن إحنا قانون العمل من ساعة ما طلع سنة 2012 وإحنا بنعاني منه، العمال اللي بيتفصلوا بيعانوا منه، والعمالة المؤقتة اللي صاحب الشغل بيجي قبل ما يكمل قبل ما يدخل في السنة الجديدة بيوم يفصله علشان خاطر ما يبقاش العقد اتجدد لوحده وبالتالي ما تصبحش عمالة دايما بيعاني منه. حتى حقوقنا في الأجر بنعاني منها عشان مشاكل قانون العمل، وحتى فكرة الإغلاق بنعاني من قانون العمل لان هو ما فيهوش حاجات شروط كافيه لمنع الاغلاق. حتى في المفاوضه الجماعيه كلنا عارفين ان كل اصحاب الاعمال ما بيجوش يقعدوا على الترابيزه غير لما بنلوي دراعهم بالاضراب او الاعتصام. ليه؟ لانه قانون العمل ده ما فيهوش حاجه بتقول لما صاحب العمل احنا كعمال او ممثلين العمال نروح نقول له ادي مطالبنا اللي احنا عايزينها وما يجيش يقعد معانا على الترابيزة، قانون العمل ده ما بيقولش ان احنا نعمل له اي حاجة. حتى لما بنقعد معاه غصب عنه ويمضي ويوقع معانا على اللي احنا اتفقنا عليه واللي هو بيصبح بمثابة قانون، بنيجي وقت التنفيذ زي الوقت اللي احنا فيه ويقول لك انا مش منفذ. في الحقيقة انه قانون العمل ده في مشاكل كتير بنعاني منها من سنة 2012، وفي كل محطة العمال كانوا بيعتصموا وبيضربوا كانوا بيتكلموا لأنهم كانوا بيفاجئوا أنهم بيروحوا لأي وزير يقول أنا مش قادر أعمل حاجة. أنا أعتقد المفصولين فاكرين كويس قوي لما قعدوا مع كمال أبو عيطة وقال لهم أنه أنا لا أقدر أفصل حد ولا أقدر أرجع حد، وأنه قبلها لما العمال بتوع العين السكنة قعدوا مع خالد الأزهري علشان يقولوا له ان احنا اتفصلنا تعسف وان انت لازم ترجعنا، قال لهم قانون العمل ما بيدينيش حق ان انا ارجعكم. في الحقيقه قانون العمل ده اللي اتعمل في ايام مبارك وعملوه رجال اعمال مبارك تفصيل علشان خاطر يقدروا يتحكموا في العمال يفصلوهم ويقطعوا علاقه عملهم وكل الحاجات اللي احنا عارفينها ما زال ساري لغايه دلوقتي. بس للاسف الشديد لما جيت طرح قانون العمل او تعديل لقانون العمل في عهد كمال أبو عيطة كلنا تصورنا أنه هيطرح تعديلات استجابة لمطالب العمال على مدار أكتر من 10 سنين وأنه هو يعدل بحيث أنه هو يدي العمال حقهم. بحيي كل اللي موجودين في القاعة، تحية كبيرة قوي لعمال مصر اللي جايين من أماكن كتير جدا ومن قطاعات كتير جدا.
عندنا النهارده مشاركات من قطاعات كتيره، عندنا من قطاع الاسمنت، عندنا من قطاع الصناعات الغذائيه شركه كارجل اللي الاول المتحدثين، عندنا النصر للسيارات عن الشركات المتعثره، وعندنا العماره غير المنتظمه في صوره البناء والاخشاب والباع الجائلين، وعندنا كمان عن البريد الناس هتتكلم، وعن العاملات المصريات لان ليهم طبيعه مشاكل خاصه. يعني احنا النهارده بنطلق حمله نحو قانون عادل للعمل. الحمله دي زي ما حضراتكم في ايديكم بيان تاسيسي، البيان فيه المؤسسين الاوائل، يعني الناس اللي اتحركت قبل ما نعمل المؤتمر ده عشان تشارك معانا. الجميع مطالب بانه ينضم للحمله. الحمله فيها اتحادات عماليه، فيها نقابات بره اتحادات، فيها نقابات مستقلة ونقابات تبع اتحاد عمال مصر، فيها أحزاب سياسية، فيها حركات، فيها الحقيقة مراكز حقوقية كتير. الجميع مطالب أنه يشارك في صياغة القانون الجديد بفلسفة جديدة، فلسفة منحازة للعمال. هنبتدي النهاردة دلوقتي بعمال كارجل الزيوت اللي بحييهم الحقيقة لأنهم صامدين في اعتصامهم من 15 ديسمبر، بقالهم دلوقتي حوالي 98 يوم. اعتصامهم كان سلمي تماما، واعتصامهم الاعتصام السلمي حق في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال، والمفروض تبقى حق أساسي في أي قانون عمل لا يتم الالتفاف عليها، ومع ذلك هذا الاعتصام السلمي تم مهاجمته بالكلاب البوليسية وأحد أفراد الأمن. إذا سمحتوا يا زملاء عشان نسمع بعض من فضلكم، كلنا في المركب دي عايزين نهتم بكلام بعض لو سمحتوا. عمال كارجل هجمتهم الكلاب البوليسية بعد اعتصامهم بأسبوع، أحد أفراد الأمن بالمصنع إيده الكلب عضه تقريبا حصل له بتر، في واحد من الزملاء حصل له صدمة عصبية وجاله شلل نصفي. يعني هذا الاعتصام السلمي تم مهاجمته بمنتهى الشراسة. هيكلمنا زميلنا علاء عبد العليم من شركة كارجل، هو الأمين العام المساعد للنقابة المستقلة. اتفضل يا علاء. السلام عليكم. علاء عبد العليم، أمين مساعد اللجنة النقابية بالشركة الوطنية للزيوت النباتية كارجل برج العرب. أنا مش هزيد كتير على اللي قالته الدكتورة هدى، الأستاذة هدى، ولكن أنا عندي بعض الرسائل اللي عايز أوجهها. أولاً أنا بشكر من العاملين بالشركة الوطنية للزيوت النباتية للدكتور أحمد حرارة، لأنه تكبد عناء السفر لبرج العرب، فأنا بحمل له رسالة من العاملين، رسالة شكر واجب علي أن أنا أوصلها له. الحاجة الثانية، أنا لازم وأنا واقف هنا أشكر زمايلي المعتصمين بقالهم 98 يوم لم يخضعوا للتهديدات ولا للإرهاب اللي مورس عليهم من قبل إدارة الشركة. شركة كارجل من الشركات العالمية اللي لها قوانين بتحترم في كل العالم فيما عدا مصر، يعني فيما عدا مصر. وقبل أن تتولى الإدارة المحلية الحالية إدارة الشركة، كنا وما زلنا نكون كل الاحترام لهذه الشركة، لأن يعني مبادئها بتفعل في كل العالم. ابتدينا اعتصامنا، واعتصامنا كان ليه أسبابه. كان في اتفاقية موقعة بتاريخ 1/4/2013 كان فيها بعض المطالب المشروعة للعاملين، الشركة لم تلتزم بالوفاء ببعض بنودها. ابتدينا نراسل الإدارة المحلية بفاكسات وإيميلات وجوابات مسجلة. كان الرد بيجي من الإدارة المحلية هنقعد هنتكلم، ما حصلش الكلام ده على مدار 3 شهور متتالية. وفقا للقانون اتبعنا كل الوسائل القانونية، اخترنا كل الجهات الرسمية، عملنا اجتماع جمعية عمومية كانت نسبة التصويت فيه 100% ان احنا لازم نعتصم عشان تتحقق مطالب. ابتدينا الاعتصام بتاعنا من يوم 14/12/2013 حتى تاريخه. نحيي كلنا مع بعض الأستاذ زميل أحمد حرارة. مساء الخير. والله بعد اللي انا سمعته ده، يعني ما انتوا في نضال بقالكم كتير قوي من حق من يعني ما فيش اي حاجه تتقال غير انه الواحد يحلمكم تحياتا بجد. لا لا،
انتوا بقالكم سنين، انتوا بقالكم سنين بجد بتناضلوا من يعني عشان خاطر حقوقكم، وبجد لازم الواحد ينحن لكم والله بجد، برافو عليكم يعني. انا يعني فعلا ما فيش اي حاجه تتقال بعد الشهادات دي. انا هقول نقطتين بسرعه جدا. في يافطه مصدرها الاعلام انه مصر بتحارب الارهاب ومصر في طريقها للديمقراطيه، فاخرس وما تتكلمش، ولما تشوف اي انتهاك عديها دلوقتي عشان احنا الصنا في ظروف صعبه. اللي انا اعرفه انه دي شغله الشرطه والجيش، والمفروض ان انا بقى عايش امن في بيتي. الناس دي بتاخد من ضرايبنا ومن موارد الدوله عشان خاطر يشتغلوا شغلتهم، انه انا بقى عايش امن في بيتي. دي النقطه الاولانيه. فيطلع شويه ساسه او شويه استشاريين لو سمحت اقعد ساكت عشان احنا في ظروف صعبه. وممكن يعني انصح الشباب نصيحه لطيفه، انه قدموا كلكم في الجيش يا جماعه. الضباط بيقبضوا حلو قوي، وعندهم احسن مستشفيات في البلد، وعندهم فنادق، وعندهم نوادي على النيل، فيعني ده حل من الحلول. بس بما ان احنا رافضين ان احنا نبقى ضباط جيش ونعيش الحياه دي، احنا عايزين نبقى عمال، عايزين نبقى دكاتره، عايزين نبقى مهندسين. فانا بقول لهم ان احنا هنفضل زي ما احنا مكملين في الحته دي لحد ما ناخد حقوقنا كامله. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، المواطن ذوي الاعاقه مش عايز يبقى عالة على المجتمع، ومش عايز يشحت، هو عايز حقه. احنا اتحدنا مع بعض وضغطنا على لجنه الخمسين، وفعلا فعلا اللي احنا كنا عايزينه هو اللي كتب في لجنه، هو اللي كتب في الدستور. ولكن زي ما حصل في القانون العمال او قانون العمل، حصل معانا برضو كده كمجتمع ذوي اعاقه، ظهرت مسوده بترجعنا تاني لورا. نفس النظره الرعويه المتحكمه لشؤون ذوي الاعاقه برضو ظهرت. ولكن الفكره او الرساله اللي انا عايز اوصلها للحكومه وللمجتمع، انه احنا عايزين نبقى منتجين، وعشان نبقى منتجين عايزين نتاهل صح، وعايزين نندمج، وعايزين اتاحه، مش عايزين نشحت، مش عايزين نبقى عالي على المجتمع. عايزين النظره دي تختلف، بجد تختلف. احنا فعلا منتجين، بس ادونا الفرصه الحقيقيه، مش مناظر زي الديمقراطيه الوهميه بتاعتهم دي. شكرا. شكرا للدكتور احمد حراره، بيدينا الامل وبيدينا الاصرار ان احنا نكمل المشوار، كل واحد في المعركه بتاعته. المتحدث التالي استاذنا المحامي الكبير الاستاذ احمد سيف، تعلمنا على دي حياه كثيره، وبرضه بنكرر تاني التهنئه لابنه علاء عبد الفتاح اللي خرج النهارده من سجون عدلي منصور بكفاله على ذمه قضيه، وبنكرر دعوته وبنكرر مطالبتنا بالافراج عن 20,000 معتقل في مصر في سجون عدلي منصور. اتفضل. مساء الخير. شرف كبير لي ان اكون بينكم الان في هذا اليوم. واسمحوا لي في البدايه ان اعلن امامكم كمواطن مصري، امنحوني شرف ان اكون عضوا مؤسسا في حمله معا من اجل قانون عمل عادل. اسمحوا لي باسم مركز هشام مبارك القانون ان نكون جنود في معركه اقرار قانون عمل ديمقراطي عادل، لانه لن يستقيم وضع هذا المجتمع الا اذا نجحنا سويا في انتزاع قانون ديمقراطي آدمي يمنح كل فقراء مصر ايا كانت ديانتهم او جنسيتهم ذات الحقوق في كل مكان، وعلى الاخص العمالة المصرية المهاجرة في الخارج.
احنا كثيرا ما ننسى ان المجتمع المصري يتحول شيئا فشيئا الى مجتمع مصدر للعمالة، سواء كانت عمالة مشروعة او غير مشروعة. حجم البطالة في المجتمع المصري يدفع مئات اللي يمكن الوف الشباب للركوب البحر الابيض المتوسط على امل الذهاب الى ايطاليا او اي مكان اخر. اذا كان قانون العمل لن يعالج هذا الامر من زاوية مسؤوليات اجهزة الدولة المصرية في التعامل مع العمالة المصرية بالخارج، فيظل هذا القانون به عوار وقصور شديد. اذا لم يعالج قانون العمل الجديد الذي نحلم به مشكلة التأمينات الاجتماعية واستمارة الستة والفصل التعسفي لكل العاملين، يبقى احنا ما عملناش حاجة. بس عشان نعرف نعمل حاجة ضروري نتحد سويا مع بعض، طبعا في القلب منهم العاملين بأجر، لكن فلتتسع صفوفكم وأحضانكم ولتمدوا أيديكم إلى العناصر الديمقراطية في المجتمع حتى نستطيع سويا أن نفعل النصوص الإيجابية في الدستور، النصوص الإيجابية في الاتفاقيات الدولية. وخدوا بالكم قصة الحوار مع أجهزة الدولة، احنا من أيام الوزيرة ميرفت التلاوي في نظام مبارك في الحوار من أجل قانون الجمعيات، حتى آخر حوار كمال أبو عيطة أو البرعي في قانون الجمعيات أو قانون النقابات المستقلة، الدولة استخدمت الحوار معنا من أجل التخدير والإلهاء حتى تفتت موقفنا وصفوفنا. احنا هنتحاور مع بعض الأول نتفق ايه هو القانون الديمقراطي اللي احنا عايزينه، وبعد كده نستفيد بتجربة الأطباء نعمل لجنة تتفاوض باسمنا على اللي اتفقنا عليه مع أجهزة الدولة. اوعوا نقع في فخ ان نتحاور واحنا مختلفين مع أجهزة الدولة، فلنتحد اولا على ما نتفق عليه. انا اسف للإطالة واحييكم مرة اخرى واعتبروني رغم عجزي والعكاز جندي قد اكون مفيدا في معركتكم، وشكرا لكم. تمام.